علامه الات، علامه الات الات ساين ما قبل يدخل لا بالكوبي ولا بالبيست ولا بالادخال، والكيبورد ما في شيء، بعدين لو في كيبورد شيء بتدخل بالكوبي بالبيست صح ولا لا؟ ما قبل تدخل لا من باب ولا من باب. فترديت طلعت من الزوم مره ثانيه كامل يعني، دخلت مره ثانيه دخلت مش عارف شو هم مره الجزء مره تشايك هاي السؤال مش مشكله بكتب كل شيء، بكتب كل شيء بكتب، حتى هي على الساين يعني التول اللي هي رقم اثنين شفتوا 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 يعني اثنين اثنين شغاله، هي شغاله يعني، هي دخلت لما طلعت منه هي شغاله كل شيء شغال. فاذا حدا حكى معك بس خليه، انا بعد ما ضربت عليك والله عملت هيك هيك وضبط، بس احتياط اذا حدا حكى معك على نفسك خليه يطلع من الزوم كامل ويرجع. لا لا بارك الله فيك، غلبناك ازعجناك احنا ازعجناك. صباح الخير شباب. صباح النور دكتور، يعطيك العافية، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. معذرة كانت عندنا تكنيكال بروبلم والله، كنت بحكي مع الدكتور أحمد كبير كمان مشان يعني ما زبط ندخل. المهم اليوم آخر يوم بالسيستم، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتجيبوا علامات كويسة. أنا بس سامعين صوتي شوي مخنق رشحة وجست انفكشن شكلها وشي، فاعذرونا. سلامات دكتور. الله يسلم كل جميع. بدي أبلش بالمحاضرة، راح نحكي عن الإبيديميولوجي أوف ديابيتس ميليتس. الصورة جايتكم؟ دكتور جايتنا. طيب تمام، يمكن استعجل شوي يعني، بجوز بحاول ساعه اكون مخلص لانه فعلا انا يعني شوي يعني تعبان شوي، فمش قضيه لو احتاج اكثر ما عندي مشكله، راح بضل يعني ما عندي اي مشكله. بس خلينا نبلش، راح نحكي عن الاوبجكتيفز، نشوف البريفالنس وورلد وايد ولوكال ليفل، وديسكس ديابيتس كومبليكيشنز اند بريفالنس استيمتس. خليكم معي شوي، بدي ارد على الدكتور وليد. والله تمام. دكتور وليد صباح الخير، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك، شو عامل؟ والله الحمد لله يعني ماشي الامور، بس بعد والله في شو اسمه شكلها تست انفكشن وشيء، بحاول اروح عند الدكتور اخذ لي دواء وشيء سهل، لانه مش عندي اعراض اخرى بس يعني شايف قحة في ناس بيوتم وفيش حرارة. بس ضبحتني بالليل امبارح، مسكتني ما فيش حرارة، مسكتني بالليل ما عرفت شنا القحة. شكلها فايرال، فبدي اروح بدي اخذ احتياط، حكيت مع دكتور انسلين بشغلة، بدي اخذ الازيثروميسين وال فيتامين د احتياط. خلينا نشوف ما هو انا دخلت انفلونزا عاديه شكلها هاي، لا انا لفحت شكلي قبل يومين ثلاثه، شكلها لفحه شايف، لانه لما بقح يعني صدري زي واضح انه في برونكايتس، يعني في برونكايتس، شكله في برونكايتس. بدي احاول اخذ، الله يسلمك، انا بدي بجبر على الناس بعد الظهر، بدي امر على المركز اجيب وصفه وكذا، اذا مريت والله مش حابب اختلط بحدا هسه، لا اسباب كثيره. يا ربنا يسهل ان شاء الله. طيب بشوف، انا عندي محاضره هسه للطلاب، نتواصل بعدين ان شاء الله. يلا ماشي. شفتوا هسه بكتب، وشفت ابو الشؤوت وكتب هسه 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 كنت بدي اكتب له اسمع موافق وبكل فرح، اسمع موافق وبكل فرح. ايوه يلا خير، ماشي ماشي. يلا السلام عليكم الطلاب معي على اللاين. يلا السلام عليكم. معذرة يا جماعة، سامحونا. لا ما في مشكلة دكتور. طيب بشكل عام يعني تأثيرات أو البيردن تبع الديابيتس على مستوى العالم قاعد بزيد،
للاسباب اللي قدامكم. في عندنا اوفر ويت، وفي عندنا اوبيسيتي، وفي عندنا فيزيكال اكتيفيتي، وحتى على مستوى الاردن في عندنا احصائيات جديده يعني قبل يومين سمعناها، يعني 40% تقريبا من اللي اعمارهم 25% فما فوق عندنا بالاردن تقريبا عندهم ديابيتس. فبتحكي عن رقم هائل جدا، 40% يعني انت بتحكي عن نص الشعب، يعني رقم كبير للاسباب هاي اللي قدام. بشكل عام هاي في يعني بعض الحقائق عن الديابيتس. بال 2014 global prevalence of diabetes was about 9% among adults aged 18 years. طبعا 18 احنا نحكي بالاردن 25، فلو تاخذ 25 بتزيد يعني التسعه، يعني اتوقع تزيد لما بتحكي عن فوق ال 25. فلو اخذنا فوق ال 50 اكيد بتزيد، صح ولا لا؟ كل ما زاد، كل ما تقدم العمر بتزيد البريفالنس تاع الديابيتس، صح؟ معي شباب؟ معك دكتور. بدي حدا يتفاعل معي مشان اعرف انه على الاقل انه الصوت واصل والامور تمام. طيب الاسباب اللي شفناها قبل شوي، يعني احنا كلها لايف ستايل فاكتورز ممكن نعملها موديفيكيشن بالنسبه للدايت، بالنسبه للاوبيزيتي، بالنسبه للفيزيكال اكتيفيتي، كلها بيد ايدينا ونقدر نتحكم فيها. ايضا سنه 2030 منظمه الصحه العالميه تتوقع انه السكري will be the seventh leading cause of death سنه 2030 زي ما حكينا، يعني يعني رقم سبعه من اسباب المباشره للوفاه في العالم راح يكون الرقم السابع هو السكر. ب 2017 تقريبا 425 واحد حول العالم كان معهم ديابيتس، بتحكي عن تقريبا نص مليار، وهذا رقم ايضا مش سهل، من 7 مليارات حول العالم بتحكي عن نص، يعني واحد من 14 اللي هم زي ما يعني تقريبا 8% او تقريبا راوند يعني او 7% تقريبا. Total deaths from diabetes are projected to rise by more than 50% in the next 10 years. وفيات ممكن تزيد تقريبا 50% معدل النص بالعشر سنوات القادمة. زي ما بتعرفوا في عندنا نوعين من السكري أنا ما راح أخوض فيهم in general، تعرفوهم الأنواع الأساسية اللي هي الإنسولين والنون إنسولين ديبندنت، وفي third type اللي هو gestational diabetes. بس نعرف إنه type 2 diabetes is much more common than type 1. ديابيتس. الكارديوفاسكولار ديزيز لها علاقه وثيقه بالديابيتس، وهي ريسبونسبل فور اباوت اور بتوين 50 اند 80 اوف ديث ان بيبل وذ ديابيتس، يعني الناس اللي معاهم سكري 50 ل 80% منهم بموتوا بالكارديوفاسكولار، لانه بتعرفوا انتم بصير يعني الفيسكوسيتي تاعي البلد، وبصير في عندنا شغلات كثيره وعوامل التخثر وال يعني والجلطات والاشياء هاي كلها بتصير بساعد الفيسكوسيتي تاعي البلد لما تأثر، بصير فيه مجال انها تصير اكثر، وبالتالي ممكن الجماعه اللي عندهم ديابيتس يموتوا بكارديوفاسكولار ديزيزز. About 80% of diabetes deaths occur in low and middle income countries. دول هاي الفقيره هي معرضه بشكل كبير جدا لمعظم الامراض من ضمنها السكري بنسبه 80% مقارنه ب 20% بموت السكري بالدول الهاي انكم كانتريز. هذا الفيجر ببين لنا بعض الاحصائيات والهايلايتس عن موضوع السكري. حوالي شوفوا هون على اليمين 54 بليون يعني مليار مور از سبنت اون ديابيتس دان 2015. هاي يعني في صار في يعني قديش بيأثر السكري على اقتصادات الدول وعلى ايراداتها، فيعني ما بتزيد انت 2015 اتصور يعني سنه 2015 مقارنه ب 2017 اتصور، فهي يعني تخيل انه بزيد 54 مليار النفقات على الديابيتس سنه 2017 مقارنه ب 2015. 54 مليار يعني رقم قد ميزانيه الاردن خمس مرات، بتحكي عن رقم هائل جدا. 19 مليون مور ادلتس وذ ديابيتس ار undiagnosed than 2015. 1 in 6 live births is affected by hyperglycemia in pregnancy. من المواليد تقريبا واحد من كل ستة يعني 16% تقريبا في عنده هايبرغلايسيميا بالبريغنانسي، افكتد متاثر بالهايبرغلايسيميا اللي بتصير بالبريغنانسي والجستيشنال دايبيتس اللي حكينا عنه قبل شوي. اوفر ا مليون تشلدرن اند ادولسنس هاف تايب 1 دايبيتس. هاي الاحصائيات الموجوده بديش اقراها انا قراءه اصم، وبالتالي ارجعوا لها وحاولوا انكم تركزوا عليها.
الفيجر هذا بشوف انه نمبر اوف بيبل وذ ديابيتس وورد وايد اند بير ريجن سنه 2017، وكمان انه البروجكتد بسنه 2045 باعمارهم 20 ل 79 سنه. فيعني خلينا نطلع عليه وتشوفوا انتم يعني قديش الارقام. طبعا الارقام الاقل هي واضح 2045 تقريبا بالنورث امريكا والكاريبيان، 2045 62 مليون، بال 2017 عندهم الاخضر اللي هو 46 مليون. فتقريبا الارقام في بعض المناطق ممكن انها تتضاعف. لو رحنا على منطقه الميدل ايست والنورث افريكا بس ناخذ هاي، احنا عندنا تخيلوا قديش الرقم راح يكون اكثر من مضاعف. يعني احنا عندنا الان ب 2017 الاحصائيه 39 مليون بالميدل ايست، لكن ب 2045 بتحكي عن 20 سنه 22 او 25 سنه، هذا يعني بعمر الابيديميولوجي شيء قريب 82 مليون، يعني اكثر من الضعف. 39 39 78 نحكي عن اكثر من الضعف. هاي اعداد السكري حول العالم تدرج تقريبا من سنه 2000 ل 2017، وقلنا 2017 هون وصل 425 مليون. Four out of five people with diabetes live a low and middle income. كان بس حكينا عنه قلنا أربعة من خمسة اللي هن 80%، تذكروا قبل شوي قلنا 80% فهم أربعة من خمسة. بعض المعلومات ممكن أو تتقاطع ما بين الفيجرز وما بين المكتوب بالسلايدز، فانتبهوا لي يعني ما فيش شيء بتعارض لكنه بتقاطع. في undiagnosed diabetes 1 in 2 adults with diabetes are undiagnosed. إذن احنا في حالات نص الحالات تقريبا بالادلتس مش مشخصه، مش مشخصه. وبالتالي اذا بنحكي عن 400 وشويه حوالي 212 مليون مش مشخصين، لانه طبعا بعض الدول بجوز ما فيش عندها يعني هالكباسيتي الكويس اللي تشخص، او بعض الناس ما بيراجع، او لاسباب كثيره انتم بتعرفوها. يعني تقريبا نص الحالات بالادلتس هي مش مشخصه، عنده سكري اما ما بيعرفه او يعني مش رايح يفحص، او لاسباب يعني اقتصاديه، لاسباب الدول او كذا، اسباب كثيره. في ارقام، اذا الارقام اكبر من هيك بكثير. 1 in 14 adults تقريبا يعني 7% باللي اعمارهم 20 ل 79 سنه has impaired glucose tolerance. ما عنده سكري، لا عنده impairment بالجلوكوز. وانتم عارفين شو يعني impairment، يعني مرحله قبل السكر، يعني مهيأ ومعرض انه يكون عنده سكر او يصير عنده سكر. impaired glucose tolerance غالبا يعني بيكون عنده fasting blood sugar قديش؟ قديش شباب؟ اكثر من 126. يعني هاي احصائيات قديمه بصراحه، ال 126 الان يعني منظمه الصحه العالميه والمؤسسات او المنظمات اللي بتعنى بالسكري بلشوا يحكوا عن 100 و110 110 او بعض الناس بتلاقي عن 100. اكثر من 100 يعني انت بدك تتبع حالك بشكل جيد، او 110 يعني زمان 110 واكثر، كان 120 و126 الان نزلت 110. اوكي، فالان يعني صار الليمت صارت اقل، وبالتالي الاحتياطات لازم تكون اكبر. مضبوط يا دكتور، بقول الليمت قلت وبالتالي الاحتياطات لازم تكون اكبر. دكتور بقول ممكن ترجع سلايد قبل اذا سمحت. اوكي، هذا ايش بالفيجر هذا؟ في بيكون في هيك لون، بعديها في لون اصغر منه جنبه. يعني في الخط وفي خط جنبه زي الخيط. ايش هذا؟ هذول المناطق شايف هذول يعني هون تاي، في هون عندنا النسب تقريبا، في مثلا افريقيا في نسب. إذا احنا بنحكي 1 in 2 adults with diabetes are undiagnosed، تحكي شكل عن الدياجنوست والانديجنوست. يعني مثلا بالمينا ريجن عندنا احنا نسبه تقريبا 49% في 19. طبعا هون 1 in 2 around world، بس لما تيجي انت مثلا تاخذهم كلهم مع بعض ايش؟ بكون عندك يعني تقريبا 50%. فالان بتحكي عن المناطق هذول الدياجنوست الكبيره، مثلا زي هون المينا ريجن. شو المينا ريجن؟ اللي هي ميدل ايست اند نورث افريكا. ماشي؟ اوكي، 49% مثلا النسبه، لكن الانديجنوست في عندنا تقريبا 19%.
ماشي، تمام تمام نقيس عليها. الديابيتس كومبليكيشنز انتم تعرفوها واكيد تعرف لها الان، وبتعرفوا شو يعني الكومبليكيشنز ان جنرال. حد يعدد لي الكومبليكيشنز بالنسبه للسكري قبل ما نروح على السلايدز اللي بتحكي عن الكومبليكيشنز؟ احكوا لنا شغلتين ثلاثه هيك عن الكومبليكيشنز بسرعه. ريتينوباثي، اوكي نيوروباثي، نيفروباثي، تمام ديابيتيك فوت. كويس ممتاز. هذا اغلب الشغلات اللي بتصير بالنسبه للكومبليكيشنز يعني، وهي هي في عندنا كدني فيلر زي ما حكيت اللي هو نيفروباثي يعني وقود لكدني فيلر. فهاي الاشياء اللي حكيتها انت اغلبها هي موجوده في السلايدز. وبصير في حكيت عن الريتينوباثي كمان صح؟ الناس اللي بصير عندهم ريتينوباثي مزبوط. بالضبط. اذا هاي كمان مشاكل عامه بتصير بالسكري. الريكومنديشنز بالنسبه للسكري بروموت هاي كواليتي ريسيرش اون دايابيتس ابيديميولوجي. مهم جدا موضوع الابيديميولوجي للديابيتس ونعرف قديش. يعني الان احنا عندنا بالاردن بنقول 40%، احنا بنحكي عن ارقام هي ارقام احصائيه وبائيه. اوكي فبالتالي بتستدعي انه انت تكون عامل الريسيرش هذا وجامع الداتا لحتى تعرف شو الوضع عندك وتشتغل بيزد على هاي الارقام. مظبوط. فمركز السكري يعني للامانه بقوم بعمل جيد او يعني اكثر من جيد بهذا الخصوص، انه بيعرف لك شو يعني او قاعد بدلك على انه قديش تقريبا في عندك حالات وشو شو مثلا المستقبل ايش ينبئ وبهاي الاشياء لحتى الناس تاخذ حذرها وتاخذ احتياطات. Prioritization of diabetes care and control بصير في يعني اعطاء اولويه لموضوع الديابيتس والكنترول تبعه. Implement national plans حكينا عنها مشان نحط قوانين وانظمه. Extend health promotion to reduce diabetes and its complications. دائما الهيلث بروموشن هو يعني احد اعمده البابليك هيلث والكوميونتي هيلث. احنا بنركز على هذا المبدا زي ما بتعرفوا اكثر من مبدا التريتمنت او اللي هي يعني خلينا نقول خلينا نقول الانترفنشن بالدرجز وبال بشكل عام سيرجيكال انترفنشنز. احنا بنحكي عن هيلث بروموشن هيلث اديوكيشن لحتى نمنع الشغله قبل ما تصير. هاي ديابيتس بالاردن راح نحكي عن الديابيتس بالاردن، بس قبلها دبليو اتش او ستاتستكس بتحكي ذا probability اوف داينج بتوين ايج 30 اند 70 ييرز فروم ذا فور مين نون كوميونيكابل ديزيزز. هاي الان سي ديز نون كوميونيكابل ديزيز is about 20%، يعني من الناس تموت بالكرونيك ديزيزز تقريبا 20% بين اعمار 30 و70. هم هذول الاربع مين ديزيزز، هم الكانسرز منهم الديابيتس هذا المهم موضوعنا، وكارديو فاسكولار ديزيز والكرونيك ريسبيرتوري ديزيز. جوردن هاز ون اوف ذا توب 10 موست اوفر ويت بوبليشنز ذا وورلد. هذا زمان كانوا من اكثر 10، الان الاردن بجوز من يعني من اكثر 3 دول بالاوفر ويت والاوبيزيت. ماشي بالاوفر ويت احنا بتباهوا عندنا بالكرش اللي له كرش يعني هذا جاهه وجاهه ومش عارف ايش. يعني احنا يعني مو هو الكلتشر لها علاقه شويه. لو مر عليك واحد ضعيف وديته ضعيفه او يعني جسمه يعني بيقول لك شو هال، او تروح تفوتك على مسؤول ولا هو وزنه 50 كيلو وتقول شو هالمسؤول هذا، كيف حطوه مسؤولها؟ احنا بنقيس المسؤوليه بكبر الكرش وبكبر الراس. مزبوط. شو رايكو؟ سامع اشي؟ شباب سامعيني؟ الو؟ يا شباب شو القصة؟ سامعينك دكتور، سامعينك. ما انا مش سامع اشي من عندكم، بس على الاقل اعرف انه انتم سامعين، بس بديش حدا يحكي. سامعينك سامعينك. سنة 2014 هاي إحصائية قبل الإحصائية اللي طلعت قبل يومين، 34% من الأردنيين اللي عمرهم 25 سنة عندهم دايابيتس، هذا سنة 2014، الآن لما طلع الدكتور قبل 3 4 أيام حكى 40%، تخيل أنت من بالست سنوات الأخيرات زاد الرقم من 34% بدل ما ينقص والناس توعى وتعرف شو يعني سكري وتصير تدير بالها على حالها وعلى وزنها وعلى أكلها، الآن صار الرقم 40%. Prevalence of type 2 diabetes and
impaired fasting is glucose is high in Jordan as and is increasing. أيضا impaired fasting is glucose test قاعد بزيد. More than half of the patients with diabetes have unsuspected risk factors. أنتم بتعرفوها بس أنا بدي أعيد عليها هون أشياء وما راح أركز عليها كثير. Genetic predisposition. أوكي في ناس عنده genetic predisposition للtype 1 مثلا. Type 2 الفاميلي هيستوري والأوبيزيتي الهابيتشوال فيزيكال إن أكتيفيتي بريفيوس ايدنتيفايد امبيرد جلوكوز توليرانس هايبر تنشن وهايبر ليبيديميا. هاي كلها تكون ريسك فاكتورز للتايب 2. هاو كان ذا بيرن اوف دايبيتس بي ريديوس. كيف ممكن نخفف من اثر الدايبيتس؟ بريفنشن دايجنوسيس وتريتمنت. انا راح اركز على البريفنشن ان جنرال. الان احنا حكيناها ترى يعني بنحكي احنا فيزيكال اكتيفيتي او فيزيكال ان اكتيفيتي الحل لها فيزيكال اكتيفيتي. الدايت خذ دايت متوازن وكون الدايت يعني تساوي الكميه اللي بتاخذها تساوي الكميه تقريبا اللي بتصرفها مشان ما يكون في عندك اكسترا كالوريز وتتحول ل فات وتتحول ل يعني انرجي زايده واخر شيء انت ما تستفيد منها تتحول ل اوبيزيتي او اوفر ويت او اوبيزيتي واللي بقود بالنهايه لا ديابيتس. موضوع السموكينج مهم في موضوع الديابيتس. طبعا ما بصير يعني الاصل انه تاع السكري ما يدخن لانه في بصير في انترفيرنس بال انا حسب ما بعرف بصير في انترفيرنس بالانسولين ميتابوليزم للناس المدخنين وبالتالي ممكن انه ياثر على موضوع السكري. اذا بتشوفوا حدا او بتعرفوا حدا كان مثلا عنده سكري وبدخن صراحه كانوا الاطباء ولا زالوا يعني بيقولوا انتم يعني جزء كبير من علاجك هو ترك التدخين. فيعني التدخين مضر جدا للصحه بالذات لمرضى السكري. Early diagnosis can be accomplished through relatively inexpensive blood testing. رخيص فحص السكر ممكن تعمل بالأجهزة وتروح على الصيدلية تحصلك إياه بدينار أو أقل أو إذا ما عندك جهاز يعني الأمور يعني متاحة وما بدها هالتعقيد الكبير. Treatment ما راح أركز ولا أسألكم عن treatment بالأدوية لأنه هذا مش مجالنا إحنا لكن إحنا إنجينير بس نعيد عليهم لازم انه احنا تعالج السيمبتومز اللي بتصير تو ريديوس مورتاليتي. مهم جدا انك كيف تعمل ريدكشن للمورتاليتي من خلال الحفاظ على وزن مثالي من خلال انك حتى لو صار سكري خلاص هو ريفرسبل وما عاد بصراحه خلاص هو صار بيشنس يعني بيشنت صار دايابيتك بس انه ممكن تتحكم بالاعراض زائد انك انت تتحكم بالاشياء اللي ممكن تقود لمورتاليتي والكارديوفاسكولار ديزيزز مثلا منها تحكم بالوزن، التحكم بالأكل، التحكم بمستوى السكر نفسه حتى بعد ما يصير سكري. Improve the quality of life, reduce the risk of microvascular and macrovascular disease complications. من خلال زي ما حكيت هاي الحكي اللي حكيته أنا مكتوب بالسلايد هون فما راح أعيده. General approaches to treatment medications وأنا حكيت ما بدي أحكي عن medications. Dietary and exercise modification, regular complication monitoring, self monitoring of blood glucose. أي مريض سكري على الأقل يكون عنده جهاز في البيت بفحص وقت ما يحتاج لأنه ممكن السكر يطلع عنده وينزل زي ما بتعرفوا في أي وقت. And control of blood pressure and lipid level مهم كثير في موضوع السكري لأنه بصير فيه interference مع lipids ممكن تزيد يعني possibility لكارديوفاسكولار ديزيز بوجود هاي الأشياء. ممكن نون فارماكولوجيكال ثيرابي بالنسبه لمرضى السكر بس نحكي عن شغله اللي هو الارتفيشال سويتنس. اذا ناس بحب الحلو بحب يشرب شاي حلو او كذا يعني الارتفيشال سويتنس ممكن تكون حل يعني الى حد ما اللي هي المحليات الصناعيه فممكن انه يستخدمها يعني حتى انه يعني يستطعم بالاكل او مثلا بس ما يكونش يحط مثلا تلاقي عنده سكري وبياكل مش عارف كيلو كنافه اذا قعد يعني هاي مصيبه. اكتيفيتي حكينا عنها لازم تكون على الاقل اكتيفيتي نص ساعه يعني يكون شوي الاكتيفيتي شوي شديد لنص ساعه باليوم تقريبا حتى زي ما حكينا يصرف الشخص اللي هي الانرجي اللي اخذها او نسبه مثلا ما تزيد عنده نسبه الفات ما يزيد عنده يعني نسبه الكربوهيدرات بحيث انه بتقود هاي لزياده في الوزن. هاي كلها لازم نعمل هو بالانس بالاكتيفيتي حسب يعني الفود اللي بياخذه او الكميه اللي بياخذه.
كيف نعمل مونيتورينج انيوال اي اكزامينيشن، كمان انيوال مايكرو البومينيوريا فيت اكزامينيشن مشان ديابيتك فوت اللي حكيتوا عنها، بلد بريشر مونيتورينج والليبيد بروفايل، هاي كلها اشياء مهمه. فريكوينت سيلف مونيتورينج اوف بلد جلوكوز تو اتشيف نير نورمال ليفل، عشان انت تحافظ على مستوى شبه طبيعي لازم نعمل فريكوينت سيلف مونيتورينج. يعني الناس اللي عنده مثلا ان كنترول ممكن يفحص مرتين، يجيب جهاز يفحص مره الصبح وهو صايم قبل ما يفطر، مره مثلا ممكن يعملها بالمساء ويشوف كيف وضع السكري عنده قبل ما ينام مثلا او بعد العشاء او قبل العشاء. مور انتنس انسولين ريجيمن ريكوير مور فريكوينت مونيتورينج. في باريرز تو افكتيف كلينيكال سيستم بيز لايف ستايل انترفنشن بروجرامز، والباريرز اللي موجوده عندنا clinical health systems lack structure and expertise to change lifestyle. مرات انت يعني السيستم او الظروف اللي حواليك ما بتساعدك انك تغير اللايف ستايل تبعها. انا بحكي عنها دائما، ما في عندنا مثلا احنا يعني انفراستراكشر بيساعدك تطلع تركض مثلا على جنب الشارع او شيء، ما بتحس انه حتى الشوارع ما لهاش ارصفه، بالتالي يعني خطر انك تطلع تمشي مثلا، والحدائق مش متاحه بكل الاوقات ولا بكل الازمان ولا يعني ولا بكل المواقع. الناس تلاقي بعيد مثلا عن الحديقه بقول لك وين بدي اروح وين بدي اجي، يعني هذا مثلا بحد من يعني نشاط الشخص اللي ممكن مثلا يفكر يطلع يعمل مثلا رياضه او شيء لها علاقه بصراحه. واحنا لسه بالاردن احسن من غيرنا اكيد في بعض الدول مثلا، يعني ان شاء الله الامور تتحسن لقدام. تو اكسبنسيف اند نوت سكيلب، بعض الشغلات تحس انه في يعني في مثلا اجهزه او بعض الشغلات expensive، في ناس ميزانيته ما بتسمح انه يشتري جهاز سكر او ما بتسمح انه يطلع كل يوم كل يومين يروح مثلا على مركز وياخذ تاكسي او مثلا او في ناس ما عنده الكابابيلتي. Previous models of clinical based lifestyle change have not achieved sustainable reimbursement. في ناس بقول لك يعني قست ما قست كله بسعر، بعضه حسب الخبرات السابقه من الناس بقول لك السكري خلاص سكري سكري، وقت ما يطلع باخذ حبه الدواء صلى الله عليه وسلم. Waiting until people have elevated glucose is too late. إذا بتضلك يعني تستنى تصير السكر عندك مرتفع 300 و400 هذا too late، بكون ضرب عندك الريتنا، بكون ضرب عندك ممكن يكون ضرب عندك الكيدنز، ممكن يكون ضرب عندك شغلات كثيرة، وبالتالي this is too late، مش صعب إنك يعني تقدر ترجع تعود للنقطة الصفر. Diabetes is a common source epidemic rooted in culture and society. موجود وبشدة في المجتمع. هو common source epidemic، يعني لما نقول 40% يعني common source. ممكن نشتغل مثلا بالمايكرو ليفل ديتيرمينتس اللي هي بتاثر على الاوبيزيتي والديابيتس، زي الفيزيكال انفايرمنت، تروح على كافتيريا المستشفى مثلا لو ببيعك كله وجبات سريعه واشياء كلها بتعمل يعني زياده في الوزن، وهذا الحكي يعني هو بجوز صراحه لما انا عملت بحث عليه، ويعني وفي نسبه كبيره من الشباب شباب الجامعه عندهم يعني زيادة في الوزن أو عنده حتى يعني هايبر أو يعني غير الهايبر غلايسيم، فيش هايبر غلايسيم كثير عندنا لأنه بصرف طاقة، بس في عندنا هايبر ليبيديميا يعني زايد عنده الليبيدز بسبب هاي، ولما زيد الليبيدز بتعرفوا أنتوا شو النتائج. فود انفايرومنت سوشيال انفايرومنت ايكونومي اند بوفرتي، كل هاي الأشياء لها علاقة في الموضوع الأوبيزيتي والديابيتس إن جنرال. كيف ممكن أثر على الديابيتس جنرال؟ شو مثلا السياسات تاكسيشن، بعمل ضرائب مثلا على الأشياء مثلا اللي بتقود لسكري أو مثلا بتقود لأوبيزيتي جنرال. فود آن منيو ليبلينج، شو يعني فود آن منيو ليبلينج؟ شو يعني فود آن منيو ليبلينج؟ يمكن أنه يعرف شو يأكل يعني. إذا بتفوت على مطعم مثلا تكون عارف انت بالمنيو تبعها، تكون قديش عارف الوجبه هاي قديش بيها سعرات حراريه، او مثلا مكتوب مثلا حبه البسكوت هاي اللي بدي اكلها قديش بيها سعرات حراريه، هاي معنى فود اند منيو ليبلينج. كل شيء يكون معروف قديش فيه سعرات، قديش فيه بروتين، قديش فيه كربوهيدرات، هاي المعنى ليبلينج. ماشي. انجيج برايفت اندستري، لازم القطاع الخاص يدخل. كروب سبسايدي بوليسز، كل السياسات اللي ممكن انها تقلل من موضوع الديابيتس لازم انا اظهرها للعلن وافعلها بحيث انها تكون يعني شغاله بشكل كويس وبتاثر على الحياه اليوميه بالديلي يعني لايف ستايل اكتيفيتيز. انسنتيفز بروموشن فور كوميونتي افيلابيلتي اند افوردابيلتي اوف فودز،
لازم وين في مجال اعمل تحفيز واعمل انسنتيفز، ما اعمل انسنتيفز بروموشن فور كوميونتي سبورت فور فيزيكال اكتيفيتي، الناس اللي بيعملوا فيزيكال اكتيفيتي او مثلا الكوميونتيز اللي بتعمل فيزيكال اكتيفيتي ممكن اني اعمل لهم يعني ايضا انسنتيفز، حوافز من نوع معين، ريجوليشن اوف فودز ان بابليك ارياز، المناطق العامه مثلا الحدائق الاشي، اعمل ريجوليشن للفود زي ما حكينا من ناحيه الرقابه، الرقابه الصحيه والرقابه الكميه، يعني الرقابه الصحيه انه هو صحي ولا مش صحي، الرقابه الكميه انه قديش الكميه اللي انت بتحطها، قديش سعرات الحرارية موجود فيها، يفضل انه يكون في رقابه من هذا النوع. سكول فود اند فيزيكال ايديوكيشن بوليسز، مهم جدا نعلم الناس من صغر انه الفيزيكال اكتيفيتي كثير كويس، واذا بتروحوا على مثلا مناهج الاطفال ما بتلاقي فيها شيء بصراحه. انا عملت يعني هيك دراسه سريعه على موضوع المناهج من اول للتوجيه عندنا بالاردن، ما لقيت هالكميه الكبيره من المعلومات اللي بتحط مثلا على الفيزيكال اكتيفيتي او مثلا على اهتمام بالصحه، اهتمام مثلا بالوزن، ما في اشياء قليله جدا. انا عملت السنه الماضيه اشياء قليله جدا موجوده يعني فيها بالهيلث اديوكيشن، خلينا نقول ميجاز ما في. اي سؤال بالنسبه لموضوع الديابيتس؟ اي سؤال شباب؟ دكتور ارجع على سلايد تبع السويت نرس اللي كان فيه النون فارماكولوجيكال تريتمنت. ايوه لا هون طبعا. ايوه اوكي. ليش حاطين فركتوز وسوربيتول؟ صح هذول يعني مش عارفه اخذنا بالباثو انهم لما يعني بيزيد الهايبر جلايسيميا بيدخلوا على على التشو يعني مثلا زي الريتنا وهيك وبيعملوا توكسيك ميتابولايت. هلا ماشي، انا بحكي هون عن نوعين، ارتفيشال سويتنرز في نيوتريتيف سويتنرز. هل يعني نيوتريتيف سويتنرز هون فركتوز والسوربيتول their use is increasing except for acute diarrhea in some patients. يعني زي ما حكيت انت مش يعني هون بس نحن نحدد انه في عندنا artificial sweeteners وفي عندنا nutritive sweeteners، مش يعني انا بحكي انه تعطي منها يعني مش انهم علاج لا لا, لا 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 بس انا حكي بس انه مشان نعرف شو يعني sweeteners في nutritive وفي artificial. ما بس انا ما بدي يعني ركزت اذا شفتي على artificial sweeteners ما بتركزوا على شيء ثاني، ركزت لكم عليه بس انه يعني نعرف بعض الارقام بعض في بعض الفيجرز ان جنرال يعني الهيلث اديوكيشن والهيلث هاو تو كنترول الدايابيتس كلنا بنعرفه من زمان قبل المحاضره ومن السنه الماضيه كلنا بنعرفه، وبنحكي عن فيزيكال اكتيفيتي عن دايت عن اللايف ستايل تشينجز كل هاي بنعرفها. ركز على بعض الارقام يعني الموجوده اللي بتهمنا، الارقام اللي يعني مينينكفول واللي يعني خلينا نقول فيها شيء يعني غريب او كثير او يعني شيء زي هيك، هاي الاشياء اللي بتهمنا مبدئيا. ماشي تمام دكتور. اوكي انا راح اطلع من المحاضره هاي، راح ادخل على موضوع الاوبيزيتي وموضوع الميتابوليك سندروم. ناخذ دقيقه بس بريك بس 1 مينت. طيب شباب راح ابلش انا موضوع الميتابوليك سندروم والاوبيزيتي. هاي الاوتلاين تبعنا. سامعيني شباب؟ سامعينك تمام. اوكي موضوع الاوبيزيتي زي ما بتعرفوا يعني هو يعني تابع او يعني متداخل جدا مع موضوع الدايبيتس لانه هاي بتقود لهاي غالبا، فيعني بعض الشغلات يعني احنا تطرقنا لها كثير موضوع الاوبيزيتي والاوفر ويت، فراح نحكي ان جنرال عن موضوع الاوبيزيتي ونحكي عن موضوع الميتابوليك سندروم. ركز على الشغلات المهمه ودي تركزوا على شغلات مهمة. راح احكي لك شو الشغلات المهمه ماشي.
طيب نعرف احنا شو تعريف الاوبيزيتي. A condition characterized by the excessive accumulation and storage of fat in the body. واحنا بنقيس الاوبيزيتي من خلال البادي ماس اندكس. Body mass index is calculated by taking person weight بالكيلوغرام and dividing by their height squared meter. إذا البدي ماس اندكس يساوي اللي هو الوزن بالكيلوغرام نقسمه على مربع الطول بالمتر. مربع الطول بالمتر مش بالسنتيمتر. يعني باجي بكتب مثلا واحد طوله 170 بكتب 1.7 بربعها بقسم الويت عليها بطلع عندي البدي ماس اندكس. مين بيعرف فيكم البدي ماس اندكس تبعه قديش؟ حدا بيعرف؟ طيب حدش بيعرف؟ اوكي. هاي الكلاسيفيكيشن تاعت البادي ماس اندكس، هذا احفظوا السلايد مهم ماشي؟ سامعيني شباب؟ جماعة سامعين؟ سامعين دكتور، بس كيف نحفظ هذا كله؟ كيف بدك تحفظيهم؟ يعني مثلا احنا بنحكي عن بدي ماس اندكس كلاسيفيكيشن، مين هو الاندر ويت؟ قديش بكون البدي ماس اندكس تبعه اقل من 18 ونص؟ النورمال رينج 18 ونص ل 24 و9. اوفر ويت بري اوبيز من 25 ل 29 و9. بعدين بدخل مرحله الاوبيز، والاوبيز لها 3 كلاسيفيكيشن ماشي، وهذول القيم تبعها ماشي، نكون حافظينهم مشان نعرف شو يعني اوبيز، شو يعني نورمال، شو يعني اندر ويت او اوفر ويت. ونحفظ القيم هاي من هذا السلايد تمام. increased body mass index is a major risk factor for non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, diabetes زي ما حكينا قبل شوي, musculoskeletal disorders and some cancers. The risk for these non-communicable diseases increases with an increase in body mass index. كل ما زادت البادي ماس اندكس بزيد الريسك او احتمال انه يصير في عندي الامراض هاي احدها او اكثر من واحد فيها. فمهم جدا موضوع البادي ماس اندكس، واللي هو يعني مرتبط ارتباط وثيق بموضوع او يعني الاوبيزيتي والاوفر ويت. Reasons created an obesogenic environment around the Arabic countries. الدول العربيه شو الاسباب اللي بتخلي يصير في عندي يعني سمنه اجمالا؟ obesogenic environment، بيئة يعني محفزة للسمنة ولزيادة الوزن. احنا صار عندنا easy transportation, sedentary lifestyle ما في activity يعني physical inactivity يعني sedentary lifestyle بتقود لها او فيها physical inactivity, adopting western style fast food حكيت عنه قبل شوي, easier lifestyle صارت الامور اسهل بياخذ يعني الفود بياخذوا دليفري كار دليفري وهو قاعد بصرف الصراف الالي بياخذ وجبته واللي اصلا كلها هي عباره عن فات وكلها عباره عن يعني برجر وما برجر ومش عارف ايش والاشياء هذه بتعرفوها. صار عندنا ايزير لايف ستايل، صار يعني محفز بيئه وبيزوجينيك انفايرمنت، صار البيئه اللي عندنا هي يعني محفزه لموضوع السمنه وموضوع سياسه الوزن. طيب هسه خلينا نشوف شو اثر زياده الوزن على موضوع شيء بسموه years of life lost. هون years of life lost واللي هي تعريفها defined as the difference between the number of years a person would be expected to live if he or she was not obese and the number of years expected to live if the person is obese. years of life lost باختصار معناها بتعرفوا انه احنا عندنا بالاردن مثلا او كل الدول حول العالم في شيء اسمه لايف اكسبكتنسي ات بيرث صح؟ مزبوط مزبوط العمر المتوقع للعيش صح؟ بالضبط العمر المتوقع عند الولاد. يعني بالاردن عندك مثلا للميلز تقريبا 72 للفيميلز 74 او 75 عندنا بالاردن الان. اليرز اوف لايف لوست اذا كان هو اوبيز يعني اذا طبعا يرز بلافس ممكن تحسبها للاوبيزيتي ممكن تحسبها للكارديو باسكور ممكن تحسبها لاي شيء بدك اياه للهايبرتنشن. بس انا نحكي هون عن الاوبيزيتي عن انكريز بادي ماس اندكس. هي الفرق بين العمر المتوقع اذا ما كانش عنده مثلا انكريز بادي ماس اندكس انه واذا كان عنده.
الان ايش بقول لك كون the maximum years of life lost for white men is 20 to 30 years with a severe level of obesity. يعني هي severe level of obesity اللي هي body mass index اكثر من 45 is 13 and is 8 for white men. يعني بالنسبه للرجال تقريبا نحكي عنه وايت من هاي الدراسه اللي عمرهم 20 ل 30 سنه ممكن يفقد بسبب السمنه لما بكون عنده البادي ماس اندكس 45 فاكثر ممكن يفقد 13 سنه من عمره المتوقع 13 سنه والستات 8 سنين فبتحكي عن 13 سنه بالمناسبه يعني رقم هائل جدا صح ولا لا يعني تيجي على واحد تقول له تعال عمره 60 سنه تقول له اليوم بدي اقص خبرك وبده يجيك عزراي بالمقابل تقول له لا اقول لك خلاص روح يلا هاي 13 معك من هو 73 يعني انت بتحكي عن 13 سنه بعمل فيهم عجائب الواحد بجاهد مشان يوم كويس فكيف انه 13 سنه رقم هائل جدا في فاكتس على الاوبزيتي حسب ال WHO هي رايت تقراوها يعني تبهولها overweight and obesity are defined as abnormal fat زي ما حكينا WHO defines overweight as body mass index equal to or more than 25. انتبهوا على السلايد اللي عرفنا فيه احنا البادي ماس اندكس والقيم تبعه مهم جدا. سنة 2014 اكثر من حوالي يعني 1.9 بليون يعني مليارين شخص حول العالم اعمارهم 18 سنه وفوق كانوا ايذر يعني كانوا overweight مشكله كانوا overweight طبعا overweight يعني هي تشمل كمان الاوبزيتي لكن الاوبزيتي ما بتشمل الاوفر ويت مظبوط يعني الاوفر ويت عنده زياده بالوزن ممكن تشمل السمنه لكن السمنه لحالها بنقول هذا تلانسامين ما بتشمل زياده الوزن لانه في معنى زياده الوزن شفناها بالسلايد وفي معنى شو معنى يعني الاوبزيتي الاوبزيتي اكثر من 30 وفوق ببلش اقول 30 بدي ماس اندكس فوق ببلش يدخل موضوع الاوبزيتي من 25 ل 29 و9 هذا مرحله الاوفر ويت إذا حوالي 600 مليون كانوا منهم هذول 1.9 بالعشرة مليار شخص كان 600 مليون منهم كانوا أوبيس يعني بتحكي عن ثلث العالم أنت أو يعني الآن تقريبا 30% بتحكي عنه عنده أوفر ويت ولا أوبيزيتي هذا رقم كبير The prevalence of obesity has nearly doubled between 1980 and 2008 تقريبا يعني معدل انتشار السمنة الضاعف في مرحلة في الفترة بين 1980 إلى 2008 Once associated with high-income countries, obesity is now also prevalent in low- and middle-income countries. زمان كان بس حتى الدول الغنية فيها obesity. الآن حتى الدول الفقيرة واللو to middle-income countries صار فيها obesity or overweight. هاي يقرأوهن موجودات حقائق حسب الـ WHO. شيء جديد بس يعني يقرأوهن. هاي معلومة overweight and obesity. are linked to more deaths worldwide than underweight. يعني الوفيات اللي ناتجة من زيادة الوزن أكثر بكثير من الوفيات اللي تنتج من قلة الوزن أو مرات من سوء التغذية أو من شغلات كثيرة بتؤدي لنقصان الوزن. إذا زيادة الوزن أخطر من يعني الأندرويت. كيف ممكن أحافظ على موضوع الأوبزيتي maintain a healthy weight limit total fat intake and shift fat consumption away from saturated fats to unsaturated fats increase consumption of fruit vegetables and pulses whole grain and nuts limit the intake of sugar كل هاي الأشياء ممكن أنك تتحكم فيها أو يعني من خلالها في موضوع الوزن أنجلا regular physical activity حكيت قبل شوي at least 30 minutes of regular moderate intensity physical activity on most days reduces the risk of cardiovascular disease, diabetes, colon cancer, and breast cancer. إذا physical activity تقريبا نص ساعة باليوم يعني متوسط moderate intensity متوسط الشدة تقريبا مش إنه مشي بقصدر شوي شوي هاي ما مش رياضة بده يكون إما جري خفيف وإما يعمل شوية يعني exercises يعني تكون moderate مشان نقلل من الجلوبال اوبيزيتي ابيديميك الموضوع مش ما بحتاج يعني بحتاج لجهد يعني متكاتف مالتي سيكتورال كولابوريشن مالتي ديسيبلينري مش بس انه يعني الدكتور او الممرض او مثلا طالب الطب يجي يقول لا والله احنا بدنا نقلل الوزن بدك الاهل بالبيت بدك المدرسه تساعد بدك البلديه بدك الدوله كل هاي القطاعات تساعد في انها تحط السياسات وتعمل انفراستراكشر كويس للناس اللي يساعدوا
على يعني يعمل فيزيكال اكتيفيتي، تنظيم موضوع الاكل زي ما حكينا من ناحيه الليبلينج، من ناحيه مثلا تخلق له بيئه كويسه اللي مثلا او تعمل له حدائق اللي يمارس فيها مثلا رياضه، يركض يروح يجي، يعني هاي الاشياء كلها مهم كثير، بالاضافه للاديوكيشن هيلث اديوكيشن، وتبلش من مستوى المدارس مش بس من مستوى الكوميونتي، حتى بالمدارس يعني تحط له بالكوريكولم بالمناهج تحط له معلومات عن موضوع الاوفر ويت والاوبيزيتي. نحكي عن موضوع الميتابوليك سندروم. موضوع الميتابوليك سندروم كثير كويس ومهم كثير حول العالم بالذات بدولنا احنا. الميتابوليك سندروم is not a disease but rather a cluster of disorders of your body's metabolism including high blood pressure, high insulin level, excess body weight, abnormal cholesterol levels. الميتابوليك سندروم بيحتوي على هاي العناصر كلها، بس راح نشوف كمان شوي بالارقام، يعني مشان نقول الشخص عنده ميتابوليك سندروم هو ميتابوليك سندروم مش ديزيز، سندروم من اسمه لكنه بيحتوي على هاي الاشياء او بعض، مش شرط كلها بعض، لانه في كرايتيريا لتشخيص البني الميتابوليك سندروم. طبعا اذا تنظر على هذول الـ يعني الريسك فاكتورز او الاضرار الديس اوردرز، كل واحد فيهم بحد ذاته هو مشكله. Then each of these disorders is by itself a risk factor for other diseases. In combination, however, this لما كل واحد فيه مشكلة، لكن هو إذا تجمعوا أو مثلا إذا صار أكثر من واحد فيهم بتكون المشكلة أكبر. راح نشوف الأرقام كمان شوي. الميتابوليك سندروم بسموه سندروم إكس، بسموه the deadly quartet، وبسموه insulin resistance syndrome كمان. راح نشوف كيف بالنسبه للبريفالنس، ات افكتس از ماني از 1 ان 4 امريكان ادلتس، 25% بالامريكان ادلتس عنده ميتابوليك سندروم، اللي اعمارهم اللي اعمارهم 40 سنه تقريبا فما فوق، حوالي او اكثر من 40% عندهم ميتابوليك سندروم. Metabolic syndrome prevalence has increased by 61% over the past decade. بالآخر 10 سنوات زاد معدل 61%. والrates differ among races and genders، تختلف من حسب الجندر حسب الrates. هاي الريسك فاكتورز اطلعوا عليها شوفوهم، الايج، الريس، الاوبيزيتي، الهيستوري اوف ديابيتس والاذر ديزيزز، هاي مهمة. هون كمان نفس الكلام، obesity, poor diet, excess calorie intake, low vitamin D, socioeconomic factors, family history، كل هاي بتقود ل metabolic syndrome. ليش مهم موضوع metabolic syndrome؟ link to insulin resistance, increased risk of diabetes, mellitus 5 times، يعني اللي عنده metabolic syndrome مع يعني بشرط ما يكونش منهم الديابيتس وحده، يعني اشياء اخرى مش من ضمنها الديابيتس، بصير معرض انه يصير عنده ديابيتس 5 مرات اكثر من غيره. سوي فاتي ليفر، سيفرال كانسرز، انكريز ريسك اوف كارديو فاسكولار ديزيزز 2 to 3 times. خلينا نشوف بعض يعني كيف نشخص احنا الميتابوليك سندروم حسب في شيء بسموه اي تي بي 3 كرايتيريا. هون اي 3 من اصل 5 بصير الشخص عنده ميتابوليك سندروم، اللي هم ابدو من الاوبيزيتي بالمن الويستر كمبرنت حسب بيقيسوها طبعا الابدومين الاوبزيتي حسب الويستر كونفرنس اكثر من 102 سنتيمتر، والوومن اكثر من 88 سنتيمتر تقريبا او اللي هي 35 انش. ترايك ديسرايز اكثر من 150 ملي جرام لكل ديسمتر. الاتش دي ال كوليسترول من اكثر اقل من 40 والوومن اقل من 50. بلاد بريشر اكثر من او يساوي اكثر او يساوي 130 على 85. والفاستنج جلوكوز اكثر او يساوي 110 ملي جرام. اي ثلاثه من هذول الخمسه بصير الشخص بنقول عنده ميتابوليك سندروم. خلاص احفظوها المهمة. في الـ IDF كرايتيريا اللي هي International Diabetes Federation، IDF International Diabetes Federation 2005، هذول طلعوا يعني اوكي قريبات على الاشياء بس شوي غيروا بال يعني بعض العوامل، زي مثلا الـ Western Conference حكوا على بالميل اكثر من 94 سم والفيميل اكثر من 80 سم.
طبعا لازم هم الاي دي اف كرايتيريا حكوا عن انه الويستر كونفرنس لازم يكون موجود بلس ثنتين من هذول الاربعه الاخيره. انا بختلف شويه عن موضوع الاي تي بي 3 كرايتيريا. كارديوفاسكولار ديزيز مورتاليتي انكريزز وذ ذا انكريز نمبر اوف ميتابوليك سيندروم كومبوننتس. المورتاليتي من الكارديوفاسكولار بتزيد حسب عدد اللي هي يعني وجود الريسك فاكتور سايت الميتابوليك سيندروم. اذا فيش عنده ولا ريسك فاكتور هي الكاتيجوري اللي بنقارن فيها، يعني معدل الوفاه 1 الى 1. اذا عنده 1 ل 2 من الريسك فاكتورز اللي حكينا عنها للميتابوليك سيندروم الخمسه اللي حكينا عنها، بصير معدل الوفاه بتزيد مقارنه بهذا ابو الواحد، بصير 1.7. اذا عنده ميتابوليك سيندروم يعني ثلاثه على الاقل، ثلاث شغلات من خمسه، بصير معدل الوفاه بزيد 2.7. واذا عنده ميتابوليك سيندروم منهن ديابيتس، منهن يكون ديابيتس، بصير معدل الوفاه بزيد 3.6 مرات، يعني تقريبا 4 مرات بزيد اذا عنده ميتابوليك سيندروم مع ديابيتس مقارنه باللي ما عندهش. فالنسبه كبيره جدا تعتبر. بالاردن الميتابوليك سيندروم هي تقريبا 36% تقريبا، احفظوها، مش ركز على الدول الثانيه. الميتابوليك سيندروم بالاردن هاي الدراسه للناس اللي اعمارهم يعني مختلف الاعمار، بس اذا بتطلع هون على اللي اعمارهم 60 سنه، هون 60 سنه فاكثر، نسبه اللي عندهم ميتابوليك سيندروم 81.6، يعني 82% من اللي عمره 60 وفوق عندهم ميتابوليك سيندروم، وهذا سيجنيفيكانت حسب ما تعرفوا بالستاتستكس. البي فاليو تبعه سيجنيفيكانت اقل من 5% فهي سيجنيفيكانت، هي البي فاليو تبعه. احفظوا هاي الارقام مهم. ميتابوليك سيندروم في الجوردانيان تشيلدرن والادلسنس، هون البريفالنس اوف تشايلد هود اوبيزيتي ان ذا ريجن. بالنسبه للاردن الاوفر ويت 17%، الاوبيزيتي 9%، هذول بالاطفال اللي عمرهم 9 ل 18 سنه. Overweight and obesity على حسب الجندر، ميل وفيميل، بين الشلدرن وبين الادلسنس، هاي الارقام موجوده. وهاي الاوبيزيتي اللي بالاحمر والاوفر ويت اللي بالاسود هون، حسب الميل والفيميل بالشلدرن وبالادلسنس. بالنسبه للسكول تشيلدرن ان جوردن، هاي في دراسه تحكي عن الاوفر ويت والاوبيزيتي، اعمارهم 6 ل 12 سنه، اوفر ويت 20% والاوبيزيتي 6%. يعني تخيل انت 20% من اللي اعمارهم 6 ل 12 سنه عنده اوفر ويت، رقم كبير. هذا بينذر كمان انه راح هذا الاوبيز كيد غالبا بكون اوبيز ادم، غالبا يعني بكون اوبيز ادم، فراح النسبه تكون اكبر واكبر لقدام. Predictors of obesity among Jordanian children، شو الاشياء اللي هاي في الدراسه يعني بقول لك البريدكتورز، شو الاشياء اللي بتنبئ بزياده الوزن بال Jordanian children. هاي الارقام هون، الفاذرز بادي ماس، تخيل هون الفاذرز بادي ماس اندكس كانت بتزيد تقريبا، بتعمل obesity عند الشلدرن 6. هاي الاودز ريشيو، بتعرفوا شو الاودز ريشيو صح؟ اه شباب؟ سامعيني؟ اخذناها قبل بس نسينها. طيب الاودز ريشيو يعني معدل الاصابه، لما نقول اودز ريشيو 6 هول 6 للناس اللي الفاذرز بادي ماس اندكس كان عنده اوبيز، اللي ابوه اوبيز، معدل الاصابه مقارنه بالناس اللي نورمال، لانه النورمال دائما بناخذه او مثلا بنقارن بالكاتيجوري اللي هي 1 هون النورمال، 6 عند الاطفال، 6 مرات معرض انه يكون هو الطفل اوبيز اذا ابوه اوبيز، ماشي؟ 6 مرات الطفل معرض ان يكون اوبيز اذا والده اوبيز مقارنه باللي ابوه وزنه نورمال. المقارنه هون يعني اكثر شيء هاي كانت المقارنه هون، مثلا الديلي بوكيت ماني مثلا اللي مثلا اللي كان الاطفال اللي بياخذ اكثر من 20 قرش واقل، هذا الحكي الدراسه قديم شوي، زمان بطل حدا ياخذ 20 قرش مثلا، هاي الدراسه 2009 كانها. فالمهم
الديري بوكيت ماني قديش تعطي مصروف للطفل؟ انت اللي اعطيه ليرتين وثلاث وخمسه بروح اشتري شيبس وبسكوت فيهن، اكيد بده يصير عنده زياده بالوزن، فكان اللي مصروفه اكثر معرض انه يكون عنده زياده بالوزن معدل ثلاث مرات ونص تقريبا باللي مصروفه اقل. هاي البي فاليو كلها سيجنيفيكنت اذا تطلعوا عليها، كل البي فاليوز سيجنيفيكنت. في individual metabolic abnormalities in children حسب الـ girls والـ boys هون abdominal obesity مثلا زائد high triglycerides هاي components تبعت الميتابوليك سندروم وتوزيعها بين الـ males أو بين الـ girls وبين الـ boys عندنا بالـ author. هاي بالـ adolescents المراهقين نفس الفيجر بس هون بالـ adolescents. وهون احنا بهمنا يعني الاشياء اللي بتمنع هاي يعني الريسك فاكتورز زي انك تنظم امور الوزن تبعك، تعمل اكسرسايز وفيزيكال اكتيفيتي، ستوب سموكينج، ايت فايبر ريتش فودز ان جنرال، في شيء بسموه اخر شيء مانجمنت زي اي بي سي دي اي، هذا يعني الاي اسس كارديو فاسكولار ريسك اند اسبرين ثيرابي، البي بلاد بريشر كنترول، السي كوليسترول مانجمنت، الدي دايابيتس بريفنشن اند دايت ثيرابي، والاي اكسرسايز ثيرابي، هاي بسموها اي بي سي دي مانجمنت ثيرابي لموضوع الميتابوليك سيندروم. اي سؤال شباب؟ في اسئله يا جماعه؟ دكتور بس اللي نركز عليه، بس اللي ركزت عليه بالمحاضرة صح كأرقام يعني بالنسبة للأرقام بالنسبة للأرقام سلايد قلت لكم ركزوا عليه ركزوا عليه ماشي ماشي دكتور يعطيك العافية يعطيك العافية. في أي سؤال ثاني ولا خلاص؟ يعطيك العافية دكتور يعطيك العافية.